انت عايزها تعمل ان شاء الله يبارك لك خد مكاني لا ليكي مكان لا انا عيني لك لكل مصر حبيبنا والله تبع رئيسنا طول العمر ربنا يوفقك يا رب تجيب مأمون من عنده من فوق ربنا يخلوه لنا اياك يطول لنا بعمره ويعمل احسن حاجه للبلد الله يديك رزقك الله يديك عمرك الله يوسع عليك ويخليك ويطول عمرك مما لا شك فيه ان الانسان المصري هو اهم واغلى ما نمتلكه من ثروات